صباحكم الله بالخير مشاهدينا، صباح حلقة نهاية الأسبوع والويكند اللي نتمنى تكون مفيدة وممتعة. وأكيد في البداية صباح على زميلتي خديجة، صباح الخير. صباح الخير حمد، وأكيد صباح الخير مشاهدينا. حلقة نهاية الأسبوع، حلو كل واحد حتى في نهاية الأسبوع يكون مخطط شنو بيسوي ويستفيد فعلا من وقته في الإجازة. وأمضاتنا شو تقول اليوم حمد؟ خديجة، وأمضاتنا اليوم تقول أحسن الظن بالآخرين دائما، ولكن لا تدع لهم فرصة لاستغفالك. كل يوم ومضة أهم من الثانية. يعني هذه موضوع الاستغفال وايد يصير وايد، لا دائما تحاول تحسن الظن، هذه شيء 100% لازم يصير. يعني أنا أضايق صراحة إذا واحد يحكم على أحد بدون ما يعرفه ويسيء الظن فيه بدون ما يعرفه، هذه شيء يضايق. يعني يخليك دائما ان تقول ليش، يعني ليش ان الشخص هذي مثلا حكم علي بدون ما يعرفني مثلا. بس حبيت شلون نوصل لمرحله الاستغفال؟ شلون الاستغفال؟ اذا مثلا انت في ناحيه ثانيه، اذا انت يعني احسنت الظن فيه ولكن يستغل هذه الاحسان الظن لصالحه هو، انه يستغل، سواء يعني يستغلك ماديا، يستغلك معنويا، يستغلك في الشغل، في كصداقة. نعم. فيعني وايد أمور ممكن أنه هو يستغلك فيها ويعتبر استغفال في النهاية لك. إيه، وأنت تكون يعني في هاي الموقف أن أنت دائما تحسن الظن فيه. نعم. لكن هو نيته مختلفة في النهاية، يعني الله هو أعلم بالنوايا ولا شوية. إيه، الواحد شنو يصفي نيته، يكون نيته بيضة ويحسن الظن بالآخرين وفي نفس الوقت يحاسب. يحاسب لازم. حمد، الحين بننتقل حق تقرير حلو حق اللي يحبون الزراعة. مشاهدينا، إذا كانت عندكم أشجار فاكهة كبيرة غير مثمرة وحابين أن تثمر في الموسم الجاي، تابعوا معنا فقرة الزراعة اللي بنتطرق فيها إلى تطعيم أشجار الفاكهة مع المهندس الزراعي محمد جعفر. السلام عليكم، صباح الخير. حلقة اليوم عن تطعيم أشجار الفاكهة. إذا عندنا شجرة في حديقة المنزل وما تثمر أو تأخر إثمارها وحبينا نجيب عليها صنف ثاني أفضل منها، ممكن إن إحنا نستخدم هذه الطريقة. تثمر أشجار الفاكهة المزروعة بالبذور بين حوالي 4 إلى 8 سنوات، ولهذا نستخدم هذه الطريقة للإسراع في عملية الإثمار. الأشجار المطعمة تثمر بين حوالي 2 إلى 3 سنوات، ممكن استخدام هذه الطريقة لغالبية أشجار الفاكهة. أول خطوة نستخدم أو نختار غصن من شجرة مثمرة. حالياً نحن نطعم السدر، ممكن نستخدم هذه الطريقة للحمضيات والمانجو غالبية الأشجار. أول خطوة نختار الغصن اللي راح نطعم عليه. الشكل النهائي بعد عملية القطع لازم يكون عندنا السطح أملس. إذا ما قدرنا نوصل لهالمرحلة نضطر إن احنا نقص مرة ثانية من أسفل على أساس نوصل لهذا المستوى. بعدها ناخذ الغصن اللي احنا قصيناه، يكون بحوالي 15 إلى 20 سنتيمتر. ناخذه ونشرحه، الوسط يطلع بهذه الطريقة في غالبية أشجار الفاكهة مثل السدر، الحمضيات والمانجو. الجهة الثانية نسوي كشطة خفيفة. بعدها نسوي فتحة بين لحاء الشجرة وبين الخشب. هذه الطريقة ممكن نستخدم السكروب أو نستخدم السكين. ونغرس القلم بحيث أن يكون الجزء الأكبر ملاصق إلى خشب الشجرة. طبعاً تطعيم أشجار الفاكهة في موسمين، موسم الخريف قبل فترة الشتاء وموسم الربيع بعد الشتاء بشكل مباشر. احنا عندنا في البحرين ممكن نطعم من الخريف إلى الربيع لأن شتاءنا شتاء معتدل. بعدها نستخدم التيب على أساس نسكر
منطقة الالتحام أو المنطقة اللي طعمنا فيها على أساس ما يدخل الهواء. دخول الهواء معناتها نمو البكتيريا أو الفطريات، فبالتالي فساد عملية التطعيم أو الالتحام. بعدها نستخدم النايلون، هذا النايلون هدفه الحفاظ على القلم من الجفاف، يحتفظ بالرطوبة في الداخل. طبعاً ممكن نستخدم جريدة أو نايلون على أساس نغلف بها الطعم، على أساس نحميه من حرارة الشمس، لأن حرارة الشمس إذا خليناه بهذه الطريقة راح يتسبب في احتراقه. طبعاً بعد حوالي أسبوعين إلى 20 يوم راح تبدأ النموات الجديدة من البراعم. عوامل نجاح التطعيم أن الطعم يكون طري ويكون من شجرة مثمرة قوية، وأن يكون عملية الالتحام متأكدين منها، يعني تأكد من عملية التحام الطعم مع الأصل. طبعاً هذا اللي فوق إحنا اللي خليناها الحين نسميه الطعم، وهذا نسميه الأصل. فإحنا ناخذ الطعم من شجرة مثمرة ونخليه على الأصل في الشجرة الغير مرغوب فيها، على أساس الموسم اللاحق راح نحصل على شجرة مثمرة. هذه النموات الجديدة طلعت تقريباً بعد حوالي شهر. لو نلاحظ في كثافة في الرطوبة داخل، هي الرطوبة هذه هي اللي تحمي القلم من الجفاف. بعد فترة شهر، بعد ما نتأكد إن الطعم مشاهدينا، في ظل انتشار التعليم الإلكتروني بسبب الظروف الصحية الاستثنائية اللي اجتاحت العالم، تنظم أكاديمية آي ليرن التعليمية البرنامج التعليمي المتنوع قائد المستقبل، واللي راح يستضيف مختصين من الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وخبراء وقادة من مختلف التخصصات. منتعرف على هذا البرنامج مع ضيفتنا رئيس مجلس إدارة الأكاديمية أستاذة إيمان البلوشي. صباح الخير، مرحب فيك شمس البحرين. صباح الخير. يا مرحبا. يا هلا فيك. يعني أنتوا اخترتوا برنامج قائد المستقبل، بس نبي نعرف ليش تم يعني اختيار هذه البرنامج من بين كل البرامج والأفكار الثانية؟ طبعا احنا لما نشوف الطلاب في الصفوف نسالهم شنو تبون تشتغلون في المستقبل، شفنا اجابتهم دائما متكرره، مهندس، معلم. طبعا هذه الوظائف مهمه، لكن احنا الحين نشوف وظائف مستقبليه جدا يعني نحتاج نركز عليها. يعني في عندنا علوم بالفضاء، عندنا الذكاء الاصطناعي، فنبي نفتح هذه الافاق للاطفال انهم يتعلمون وياخذون منها. خلينا نتكلم عن فكره البرنامج وكيفيه عمل المشاركين فيه، شلون تتم؟ يعني احنا كل اسبوع عندنا حلقتين في حلقات مختلفه، في كل حلقه ناخذ مختص او محترف في مجال معين ويتكلم للطلاب عن مهنته، شنو يسوي، وظيفته، شلون تخصص في ذا المجال، يوميا شنو يسوي، شنو المهام اللي يقوم بها. طبعا اتى البرنامج بالتعاون مع الهيئه الوطنيه لعلوم الفضاء، شركه انفينيت وير، ومكتب السليمان للمحاماه. نعم، خلينا نتكلم اكثر عن البرامج اللي بتتطرقون لها يعني من خلال قائد المستقبل، شنو هي البرامج؟ طبعا المجال اللي ناقشناه كلش حديثه، ويعني مصطلحات جدا مهمه. اولها الذكاء الاصطناعي، شلون احنا نوظفه في الوظائف. علوم الفضاء، البيتكوين، العملات الرقميه، ايضا البرمجه، انترنت الاشياء، الروبوتيه، وشلون ممكن احنا نشتغل في هذه المجالات، وايضا المهام التلفزيونيه، صناعة الأفلام، والمحاماة أيضا. خلينا نتكلم عن الكوادر الموجودة، شلون تم اختيارهم من قبل هذه البرنامج؟ طبعا احنا حاولنا نختار المختصين في هذه المجالات ومتميزين فيها، وحاولنا نختار بعد المشاهير في السوشيال ميديا، رؤساء التنفيذيين، المهندسين، وحاولنا نختار من فئة الشباب عشان يكونون جرب من أعمار الأطفال، عشان يحسون أنهم عقب 10 سنوات ممكن يكونون هذه الشخص نفسه. نعم، البرنامج يستضيف ممثلين من الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، شنو سبب هذه الاستضافة؟ هو كانت أمس حلقتهم. نعم. أصلاً وش اسمه، يعني شفنا إن هاي الشيء وايد وايد ضروري إن احنا نحطه في برنامج قائد المستقبل. فإحنا استضافنا أستاذة أمينة وأستاذ عايشة الحرم، وتكلموا حق الأطفال عن تاريخ الفضاء وزياراتهم للقمر، وشلون احنا في المستقبل ممكن نفكر في هذا الشيء.
وفي نهاية الورشة سألتهم أستاذة عايشة شلون ممكن إحنا نستخدم الأقمار الصناعية في خدمة مملكة البحرين. طبعاً مشاركة الأطفال كانت جداً جداً روعة. في طفلة قالت إنه ممكن إحنا نستخدم الأقمار الصناعية نكتشف الثروة النفطية في البحرين. طفلة ثانية قالت نبي نستخدم الأقمار الصناعية عشان نستكشف عالم البحار. طبعاً عالم البحار كبير ولحين ما اكتشفناه عدل. فيعني هي كانت حابة إن هي تستكشف بالأقمار الصناعية عالم البحار. وطبعاً هاي المداخلات تتأكد على إبداع الأطفال. ووايد استانسنا ان الرئيس التنفيذي للهيئه دكتور محمد العسيري كان موجود وحضر وشاف ابداع الاطفال مع استاذه امين واستاذه عايشه. وايد تاثروا الاطفال بالبرنامج. اي وايد يعني، وهذا ياكد ان الهيئه الوطنيه لعلوم الفضاء شلون هم مهتمين انهم ينمون هاي الشيء في اطفالنا في مملكه البحرين. استاذه ايمان، ايش قد تشوفين اهميه هذه البرنامج لتنميه عقول يمكن الاطفال وتوسعه افاقهم وتفكيرهم؟ وايد مهم. يعني احنا شفنا يعني في حلقة البيتكوين كان مبدع عمر يكلمهم عن تداول في العملات الرقمية وكان يشرح لهم يعني، وأسئلة الأطفال تأكد انهم ترى فاهمين ويدخلون في التفاصيل. فيعني هم مستعدين انهم يستقبلون هذه المفاهيم ويستقبلون هذه المجالات، فاحنا ليش ما نعزز هذا الشيء لهم ونفتح لهم المجال. نعم، شلون راح تتم مناقشة مخرجات هذا البرنامج؟ يعني شلون هل مثلاً حابين أن تتطورون في السنوات الجاية؟ إيه، فإحنا حين فكرنا مع يعني شفنا المداخلات الأسئلة شلون الأطفال مقبلين عليه، فطلبنا من كل متحدث يكتب لنا التوصيات بعد كل ورشة، يعني 3 توصيات بناء على أسئلة مثلاً الأطفال مداخلاتهم، وبنجمعهم كلهم وبنكتبهم في توصيات ونقدمهم لوزارة التربية والتعليم، وزارة الشباب والرياضة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عشان ممكن يخرطونها في الأنشطة، المدارس، المعاهد، عشان يستفيدوا منها كمرجع مبني على أسئلة الأطفال ومداخلاتهم، هم شنو يبون يتعلمون، هم شنو يبون يستكشفون. إيمان، شلون تتم عملية الانضمام لهذا البرنامج؟ أكيد في عملية معينة. إيه، هو في البداية كان البرنامج مخصص بس حق طلاب الأكاديمية، طبعًا الأكاديمية تخدم حوالي 300 طالب الآن، بس شفنا الإقبال من جميع أنحاء مملكة البحرين وحتى من دول أخرى من الكويت والسعودية، ففتحنا المجال للكل ينضمون إلى البرنامج مجانًا. وطبعاً بعدين في بعضهم مثلاً حضروا ذي الحلقة وفاتتهم حلقة، فقالوا لنا بنشوف هذه الحلقات يعني. فالحين الطاقم في الأكاديمية يقوم بتسجيل جميع الحلقات هذه وبنعرضها على قناة اليوتيوب متاحة للجميع يشوفونها مجاناً. شلون يتم ترويج لهذا البرنامج؟ قلتي سوشيال ميديا، اليوتيوب، إيه نعم. شلون يتم الترويج لها لا يعني استقطاب اكثر ناس من المشاركين؟ احنا الحين استخدمنا السوشيال ميديا والانستغرام مالنا، بس ما شاء الله من خلال صفحتنا في الانستغرام وصلنا للصحف، اخبار الخليج نشروا عنا، جريده الوطن، جريده الايام، وطبعا بعد انتم يعني شكرا على هاي الاستضافه وعلى ايمانكم بالطاقات الشبابيه. واحنا نحاول ان الفكره توصل كثر ما نقدر حق الجميع، لان هذا هو المستقبل يعني. هاي مبادره جديدة من نوعها والأولى في البحرين، واللي ميزها أنها هي تكون مجاناً، بس نبي نخرط هذه العلوم، نخرط هذه المجالات في جميع المؤسسات التعليمية. نعم، هل حابين مثلاً أنتم تطرحون برامج قادمة تشبه هذا البرنامج؟ شنو رؤيتكم المستقبلية؟ احنا عقب ما شفنا يعني إبداع ومشاركات الأطفال وشلون تقبلهم لهذه المفاهيم، فكرنا ان نقدم ورشات تخصصيه في كل المجالات. الحين هم بس خذوا حلقه واحده مع مثلا في مجال الذكاء الاصطناعي او مثلا الفضاء، فنبي نسوي نفس الورشات المتكامله في هذه المجال وبنقدمها مع المؤسسات التعليميه والوزارات المختلفه باذن الله. إيمان، شلون تشوفين رده فعل يمكن الاطفال، الناس اللي شاركوا في هذه المسابقه، وتطلعكم في موضوع ان شنو النتيجه النهائيه؟ يعني انتم اكيد عندكم كان هدف من البرنامج نفسه. اي يعني احنا شفنا مثلا اولياء الامور وايد يعني يشيدون بالبرنامج، قمنا بتسجيل مشاركات الاطفال، استاذه عايشه عقب ما اخذت اجوبه الاطفال كتبتهم عندها وقالت راح تقدمها حق رئيس الهيئه، وهذا يدل ان افكار الاطفال هي راح تحقق لنا رؤيه نعم. البحرين 2030، هم راح ياخذوننا نحو التميز والتفوق العالمي باذن الله. نعم، خصوصا ان الاطفال يعني خيالهم واسع جدا، يحبون يستكشفون البحار، الفضاء. ايه صح. يعني استاذه ايمان اليوم نورتينا اكيد، والله يوفقكم في برامجكم. ان شاء الله مشكورين، يعطيكم العافيه. شكرا لك. مشاهدينا راح نروح فاصل ونرجع معاكم نواصل باقي فقرات.
عودة مشاهدينا من بعد الفاصل. يساعدنا التصميم الداخلي في تكوين مساحات تخدم احتياجاتنا بأساليب عصرية طابع أنيق وتضيف طابع أنيق لبيوتنا. والحديث أكثر حول أهمية التصميم الداخلي ودور المصمم تنضم معنا في الاستوديو هيا شاهين مصممة داخلية. صباح الخير، رحب فيك اليوم. صباح الخير هيا. صباح النور والسرور عليكم هيا. يعني احنا نشوف المصممين الداخليين، كل يعني مصمم له بصمته وطابعه الخاص فيه، فيعني انت كلمي لنا شلون ممكن انت تختلفين على المصممين الثانيين؟ انا ممكن يعني الاختلاف اللي اكثر الناس اللي تعاملوا معي يحسون فيه ان انا وايد اتعمق في الجانب النفسي، جانب انهم يلاقون نفسهم يلاقون ذاتهم من خلال الاشياء اللي يختارونها، يحسون انهم في المكان لهم علاقه فيه، مرتبطين فيه، بغض النظر عن التكلفه، بغض النظر عن المصمم اللي مصمم القطعه. فانا وايد اركز على ذي الجانب اكثر من الشكل الخارجي، اهم شيء عندي الجانب النفسي للزبون وللعائله او للشركه اللي قاعدين يتعاملون يتفاعلون في المكان. صح، الجانب النفسي مهم، خصوصا اذا كانت مثلا صالات معيشه على طول بيقعدون فيها، صح؟ اي نعم. طبعا هي انت ركزتي على الجانب النفسي، الجانب النفسي وايد مهم نفس ما تكلمتي عن موضوع، لان في النهايه يمكن 70-80% الشخص راح يكون في البيت قاعد، اكيد لازم يكون مرتاح، نفسيته تكون يعني مرتاحه في هالموضوع. فاكيد عندك اعمال تفتخرين فيها، كلميني عن اعمال اللي انت دائما تفتخرين فيها واسلوبك في طريقه التصاميم شلون تكون. واحد من الاعمال اللي وايد افتخرت فيها ويعني كان في تفاعل ايجابي بين الطرفين، كان اللي هو ركن من اركان بيت الفنانه التشكيليه امينه العباسي. وايد استمتعت معاها لان يعني هي كانت رحله، رحنا نتسوق نختار قطع الاثاث نختار الهاي، وكنا نتحاور ان هي كانت تبي شيء يطلعها من عالمها يوديها عالم ثاني بعيد عن الشغل، مكان ما يذكرها في الشغل، ما يذكرها في هاي، انها تعتزل فيه، خصوصا ان هي فنانه بعد يعني اكيد لها رؤيتها الخاصه، فهي تبي تطلع شوي من عالمها الخاص. بالضبط، وكونها اختارتني ان اكون معاها في هالتجربه هذا يعني اكبر فخر كان لي ولا زال. وفعلا عقب ما خلصنا يعني المشروع كان وايد وايد حلو، يعني ركن بسيط لكن له تأثير نفسي وايد قوي. نقدر نقول ان ذي الركن ما يمثل امين العباسي، طلعت من امين اللي احنا نعرفها. بالضبط، يعني ممكن يمثل عالمها هي الداخلي شنو تحس فيه. نعم. الالوان اللي تريحها، العناصر الطبيعيه اللي تحس بالراحه تجاهها. يعني حمد ذكر موضوع الراحه، وموضوع الراحه شيء وايد مهم، خصوصا يعني احنا قلنا مثلا في صالات المعيشه او مثلا في غرفه النوم، فشلون ممكن ياثر التصميم الداخلي على الراحه في البيت؟ ياثر اول شيء من ناحيه التخطيط، وخلينا نقول الانسيابيه في المكان، الحركه في المكان. انا لما بخطط صالتي او غرفه نومي او غرفه المعيشه او الطعام، لازم اني اراعي الحركة في المكان، هاي بتعطيني الراحة. أنا ما أقدر مثلاً أسوي صالة وفيها مثلاً وحاطة فيها أثاث ضخم وكبير وكذي، وعندي أطفال يتحركون وفي نفس الوقت، فهاي يأثر على الراحة. اختيار الألوان، اللعب في الإضاءة، اللعب في المواد والخامات، العناصر الطبيعية اللي أدخلها في المكان، كلها تعكس الراحة. وحتى القطع المقتنيات اللي أنا أحطها، أشياء تذكرني بسفرة معينة، أشياء تذكرني بمكان معين. الروائح وايد لها تأثير في الراحة النفسية في المكان، خاصة لما نروح فنادق ومنتجعاته، دائما الريحة تجذبنا، ريحة اللافندر بالضبط أو الليمون جراس. فهاي الأشياء البسيطة الصغيرة وايد تأثر على الراحة. هي شنو المعايير اللي المفروض احنا نشوفها في التصميم لما نقول هاي التصميم ممتاز؟ يعني كتبتي انت وقلتي عن موضوع الراحة اكيد مهمة، لكن خلينا نتكلم عن التصميم ككل، متى نقول ان هاي التصميم ممتاز؟ العملية، انه يكون التصميم عملي وفعال وفعلا يخدم الغرض. يعني مثلا انا ما اقدر احط مثلا لنفترض طاولة قهوة مالت في الصالة تكون زجاج، وانا عندي اطفال يستخدمونها وايد وكذي، ممكن هي تنكسر او تنخدش او انها تتاثر. فكذي اوكي انا صممت الشكل حلو لكن من ناحيه عمليه ما يخدمني. غرف مثلا في المطاعم، اختيار المقاعد اللي تكون مريحه او انها تكون
غير مريحة، ممكن كشكل تكون حلوة لكن لما يقر عليها الشخص ما يحس انه هو مرتاح. يعني الشكل مو كل شيء، لازم تدمج بين الشكل والراحة والعملية. فالنقطة ان يكون التصميم عملي، هذه من معايير نجاح التصميم الداخلي. الحين هي بنشوف الصور وبنعلق عليها. تمام. أول شيء كلمينا عن هذه الصورة. هاي الصورة في مكان وايد عزيز علي، هاي في الاستوديو الخاص فيني حالياً. وهو المكان اللي أنا يعني أطلع منه تصاميمي، وفي نفس الوقت أشارك الناس موهبتي في الفن وأخليهم يعني أعطيهم ورش ودورات فيه. فالمكان في السابق ما كان كذي أبداً، إحنا حولنا. فهاي الستايل سكندنافي نسميه، وبوهيميان. نستخدم وايد عناصر اللي هو القش والخشب، الأحجار، نباتات، كل الأشياء اللي تمدنا بالطبيعة. عناصر طبيعية. رغم أن الأمور اللي أنت حاطتها والأثاث كلش بسيط، بسيط يعني سيمبل. بسيط. هاي الركن الخاص حق أمين العباسي. حلو. تأخذين أفكار يعني من وين دائما تجيبين الأفكار اللي تسوينها؟ نستوحي يعني نستوحي من الإنترنت، من المجلات. أنا عندي عادة صباحية لازم مجلات، يعني لازم أتصفح المجلات. وفي نفس الوقت الزبون نفسه هو مرجع، ساعات تكتشف أشياء إن فيه هو نفسه يمدك بالإلهام. يعني دائما أنت لما تختارين تصاميم معينة تأخذين أفكار، ولكن بعدين تحولينها، نطورها، نحورها، نخليها بحيث أنها تناسب. يعني مو كل شيء أنا أقول لهم، مو كل شيء تشوفونه كصور ممكن أنتم تطبقونه. لازم تشوفون فعلا هل دي شيء يمثلكم، هل تحسون أنه عملي. أحيانا يعني يختارون الأثاث كامل ويحطونه، ولما يعيشون في المكان يحسون في خلل، يحسون أنه ما يناسبهم. فمو كل شيء بس بالصور، لازم نشوف الألوان اللي تناسبهم. الغرض الأساسي للمكان مثلا غرفة المعيشة، أنا أبيها تكون غرفة معيشة تمدني بالراحة، في نفس الوقت تعطيني حياة في نفس الوقت. فما بختار ألوان غامجة وداكنة وأثاث وايد كلاسيك مثلا يكون شيء مريح. فهذه الأشياء أساعدهم أوجههم في اختياراتهم. عشان هي يعني إحنا نشوف في التصميم الداخلي دائما نتطرق للألوان، للعناصر. فشلون ممكن أنت تخلقين تناغم ما بين هذه الأشياء؟ خصوصا أنا شفت عندك في الاستديو في عندك نفس يعني السجادة الحمراء، أو اللي هي ممكن قلنا هي يدوية، صح؟ إيه. شلون قدرت إن أنت تخلينها في ذي المكان، مع أن ستايل المكان شوي مختلف؟ لأنها شيء مصنوع يدوياً، فتلاقين فيها ذي الجانب الحرفي. ألوانها المكان كان مثل ما شفتوا الألوان بيضة وهادئة، فكنت أبي شيء يكسر اللون في نفس الوقت تعطي دفء، في نفس الوقت تعطي شعور إن في حرفة في المساحة. حتى قدرتي تبرزينها، يعني هي وايد حلوة. دائما هيا نشوف الناس تحب تغير في بيوتها، يعني تحب تسوي تغييرات معينة. حتى لو أنت يعني صممت الغرفة، خلينا نتكلم عن غرفة معينة صممتها وخلصت، بعد فترة تلاقي يحب إنه يكون في تغيير. شنو تنصحين الناس في هاي التغييرات؟ حتى لو ما يكون تغييرات كبيرة، تكون تغييرات بسيطة لتغيير المود، لتغيير يمكن الروتين كل يوم نفس الشكل. في ناس تحب تغير، فشنو تنصحين؟ شنو التغييرات اللي المفروض يسوونها؟ في ناس أنا أعرفهم يروحون لتغييرات جذرية، يعني حتى أوراق الجدران الألوان يغيرونها بالكامل. اللي يحب يغير دائما أنصح إن الألوان تكون ألوان محايدة، مثل البيج والرصاصي وهالألوان، عشان أي قطعة أثاث بغيرها، كوشنات بيضيفها، سجاد ممكن غيرها، إضاءة ممكن غيرها، الأكسسوارات الموجودة ممكن غيرها، في غرف النوم المفارش ممكن تتغير. في بعض الأشياء مثلاً، أو إذا أنا شخص أحب أغير، أراعي تكلفة الشيء اللي أنا قاعدة يعني أضيفه، مثلاً الستائر والسجادات وهي الأشياء. ما بروح للشيء اللي مكلف وايد، لأن أنا في النهاية بغير. والسبب اللي أنا أبغير ليش؟ حالياً فترة الكورونا وايد 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 ناس غيروا، حسوا إنه من كثر قعدتهم في البيت يتمللون يعني من شكل المكان، بيغير نفسياً يمكن يعني تغييره تغير بعد من نفسيتك. بالضبط. حسوا إن المكان ما يمثلهم. يعني صار لأن شنو العجلة في اختيار الأشياء، ونبصر عن نبي نسكن، وإحنا حين عندنا ميزانية نبي نخلص، يلا يلا قبل لا تروح. بعدين لما يقعدون يستوعبون يحسون لا في شيء غلط. يعني هي
نبي نعرف المصممين اللي يلهمونك، اللي يعطونك الإلهام في هذه التصاميم. المصمم عمر بشير وايد يعني تلهمني تصاميمه لأنه فريد ومتنوع. المصممة اسمها الغواص، وفي مصمم أجنبي اسمه آن، هو المصمم الركن الأخضر عندنا بالبحرين، ذا تعرفونه صح؟ في المحرق مال هيئة الثقافة. اي نعم. فأحب المصممين المختلفين اللي شوي خارجين عن الأمور التقليدية، وهذا المصمم وايد يلهموني. نعم. شلون هيا تشوفين ردة فعل الناس؟ شلون تشوفين التصميم، يعني التصميم الداخلي في البحرين وفي الوطن العربي مقارنة بالأمور العالمية؟ احنا اكيد نشوف ناس، ما قلتي تشوفين مجلات، تشوفين أمور عالمية، وين وصلنا احنا في البحرين وفي الوطن العربي في التصميمات الداخلية، رغم ان احنا عندنا تاريخ كبير في التصميمات خاصة فينا كعرب وكمسلمين، عندنا يعني تصميمات خاصة فينا. فكلميني شلون احنا تطورنا، وين وصلنا؟ تطورنا وايد من ناحية الإدراك والوعي، لان احنا لازم نراعي يعني نراعي أهمية التصميم والديكور، لأن مثل ما قلت لكم في البداية شيء له علاقة بالنفسية. والحين الناس كلها توجهها أنها تبي تحسن من حالتها الصحية والنفسية وأسلوب حياتها تعدلها. فنرجع حق وين؟ حق أول مكان، مكاننا، مكان معيشتنا. لازم المكان يكون مرتب، منظم، الألوان تمثلنا، المكان يمدنا بالطاقة، يعطينا، فيردون الناس يراجعون نفسهم، فيأثر على اختياراتهم لديكوراتهم، فصار في وعي أكثر، وايد أكثر. شلون تشوفين التصميمات العربية القديمة ليحن موجودة، في ليحن في طلب عليها، الناس تطلبها حق بيوتها، سواء حق مجلس، حق مكان، ليحن تشوفين هالأشياء؟ القاعدة على الأرض، القاعدة على الأرض، هذه الأشياء أشوفها حلوة. أشوفها بس بطرق إنها متحورة، متطورة. أكثر متطورة يسمونها. تحبينها؟ أنا أحبها، أحبها، لكن ما أحس إن بتركها في مكان أنا بعيش فيه على طول. يعني أحس أبي أشتاق لها علشان أرجع أقعد فيها، لذا على طول قدامي، يمكن شوي، يمكن في بيلس أو في ركن خاص، بس بالعكس وايد شيء مرغوب، بس بطريقة عصرية. دائما أشوف الناس تحب تصمم أشياء يكون فيها الشمس داخله. شنو يفرق بين إن الشمس تدخل للبيت، تدخل للصالة مثلا، وبين أن يكون بس إضاءة موجودة؟ شنو تفضلين انت؟ انا افضل طاقه الشمس طبعا. واحنا ممكن ان احنا يعني نمثل دي الاضاءه، فينا نخلط الالوان البيضاء والصفرة، الاضاءه البيضاء والصفرة، ونخلط علشان يحسسنا بالدفء، لان الضوء الشمس في النهايه يعطي طاقه جميله يعني في المكان. نعم. هي شنو العناصر اللي تضيف جماليه للمكان؟ يعني اكيد في عناصر معينه انت تحبين دائما تستخدمينها. انا النباتات يعني معروفة، في كل ما أشوف مكان مثلاً أحس إنه في شيء ضعيف في الموضوع، في شيء ما يشد، في شيء هاي النباتات. ثيمة يعني عندك إنه تحطين نباتات. إيه معروفة مع الزرعات، يعني لو كانت صناعية أو طبيعية، بس إنه النباتات بالنسبة لي ودخل عناصر طبيعية، ولو أوكي ما عليه، في ناس وايد يحبون الأشياء اللي هي المصنعة مثل الأكريليك وهاي الأمور، لكن لازال إحنا كبشر نميل للطبيعة، فلازم في شيء يكسر. يكسر. مصممة هيا شاهين طبعا نورتينا اليوم، وكل الشكر لك، كل التوفيق يا رب. ما قصرتوا، مشكورين على الاستضافة. شكرا لك. مشاهدينا، من المهم الاستعانة بمتخصص في كل المجالات، فاستشارته راح توفر علينا الوقت والجد وتقلل احتمالية وقوعنا في الأخطاء. أكيد مشاهدينا، هذه كانت فقرتنا. فاصل سريع ونرجع نواصل معاكم باقي فقراتنا. عودة مشاهدينا من بعد الفاصل. الأفكار تستحق الانتشار، من منا ما مر عليها العبارة وهالشعار، ومن منا ما شاف خطابات تيد اللي تعطينا قوة ودافع وإلهام وتخلينا نتعرف على تجارب الآخرين وقصصهم في الحياة. مؤسسة تيد هي سلسلة من المؤتمرات العالمية اللي تهدف لتعريف ونشر الأفكار الجديدة والمتميزة للعالم. واحدة من هذه المؤتمرات تقام في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في عمان،
واللي استمرت منذ العديد من السنوات. نعم حمد، ينطلق بكرة المؤتمر بعنوان غايته، وللحديث أكثر عن المؤتمر تنضم لنا عبر الهاتف فاطمة البوسعيدي رئيس اللجنة المنظمة. صباح الخير فاطمة. صباح النور والسرور، اهلا فيكم من البحرين، شخباركم؟ يا هلا ومرحبا فيك. طبعا رحب فيك في برنامج شمس البحرين. هذه طبعا مؤتمر اشتغلتوا عليه من فتره طويله، ربما الكل يتساءل عن تجهيزات هذه المؤتمر في ظل جائحه كورونا. بس اسمح لي، انا الحين في الاستديو ما سمعت السؤال كده، إذا ممكن تعيد لي إياه. نعم، بعد لك السؤال. الكل يمكن يتساءل عن تجهيزات هذه المؤتمر في ظل جائحة كورونا، خاصة أن نسخة العام السابق كانت عن بعد، فكلمينا عن تحضيراتكم شلون كانت؟ أيوة نعم، السادة العام كان عن بعد حرفيا، ما قدرنا نسوي ولا شيء، والأعوام اللي قبل كان يكون في قاعة ويكون عندها الجمهور لكن تعرف بسبب أنه تيدكس هذه الأكس تعطينا limitation تقدر تقول، يعني عندنا 100 مقعد للجمهور، لكن العام لأنه ما عندنا هذا، ما عندنا أصلاً جمهور في الواقع، فكان عندنا الجمهور عن بعد، وبالتالي هذا الشيء بالعكس كان نقطة إيجابية لجمهورنا. الحمد لله قدرنا نستوعب 1000 شخص من الجمهور، وما كنا متوقعين هذا الرقم، يعني معطين أوكي ممكن يكون 200-300، بس انصدمنا إن 1000، وكنا كان من دول ثانية ما بس عمان، وهذا الشيء كان نقطة إيجابية لتدكس الجامعة الوطنية. نعم. السنة الحمد لله قدرنا نسويه مدمج، ما راح نقول إنه كامل مثل الأعوام اللي قبل، يعني بيكون في الستيج، بيكون في كل أشياء تبع تدكس رولز، اللي هي الدائرة، اللي هي الفرشة الدائرية الحمراء، تدكس لوجو 3D، المايك، كل شيء، وبتكون في شركة تصوير، وبيكون عندنا الجمهور اللي هو فقط المنظمين، فقط بتكون عندنا المنظمين، عطينا وان شير حق كل سبيكر عشان انه كدعوة. نفس الشيء راح الجمهور بيكون عندنا عن بعد، لكن بجودة افضل، مثل ما تقول مدمج، يعني ما بيكون كامل اونلاين. فأتوقع ان شاء الله يتم ناجح مثل العام واحسن، وحسين جدا كلجنة منظمة لحدث هالسنة. نعم، نتمنى لكم كل التوفيق فاطمة. أكيد فاطمة، شنو توقعاتكم لإقبال الجماهير وتفاعلهم مع الحملة اللي أطلقتوها على وسائل التواصل الاجتماعي والبث المباشر للحدث؟ صراحة يعني الفريق اجتهد في فترة قصيرة جدا، يعني إحنا بالعادة ناخذ وقت أطول جدا في تنظيم تدكس، لكن السنة لأن تعرف الأوضاع كورونا، إحنا ما عارفين هل بيكون أونلاين كامل أو نفس العوام اللي قبل قاعة كامل أو كيف، أو فكان عندنا يعني تقدر تقول متخبط الخطة. فعاد قريبا الحين، بس قبل شهرين ثبتنا خلاص إنه راح يكون مدمج. فاللجنة المنظمة اشتغلت على الماركتينج بشكل، والتسويق، واللجنة التسويقية اشتغلت على الموضوع بشكل رائع. عملنا ويب سايت لتدكس لأول مرة ندشنا، وعملنا اشتغلنا على السوشيال ميديا بشكل رائع، والاستقوانزر سرعة. فتوقع توقعات إن شاء الله تكون مب عدد الجمهور، نتوقع أن يكون مب أقل من العام، نتمنى أن يكون أفضل. الجمهور صراحة متحمس، الجمهور وايد يتفاعل معنا في مواقع التواصل الاجتماعي، والجمهور يطلب أنه نريد نحضر. تعرفي هذاك الشعور اللي نريد نفس أيام تدكس اللي قبل، لما يكون في قاعة وتفاعل مع المتحدث. فهم جدا كانوا يفتكروا أنه بيكون راح يكون في المكان، بس للأسف سبب ظروف راح عملناه مدمج، لكنهم بعدهم متحمسين أنهم يشاهدوا الحدث ويكونوا معانا، لأن المتحدثين رائعين بأمانة. نعم، كلمينا أكثر عن يمكن الثيم العام لتلك النسخة، شلون وقع الاختيار عليها؟ خلينا نتكلم عن الثيم العام. أيوة طبعا، احنا في كل سنة وكل تدكس حول العالم لازم يكون عنده هوية للحدث، ثيم أوف ذا إيفنت. فنحن كنسخة عربية الستيج والتنظيم كامل ممكن يكون بالعربي والإنجليزي، فإحنا اخترنا أن تكون التدكس بنسخة عمانية أكثر من مجردها بنسخة عربية. فلذلك اخترنا سيما بمعنى غايتة، وغايتة هو مفردة عمانية تعني أن حان الوقت بالعربي مثلا نقول، فبالإنجليزي هي it's time. فالثيم أو المواضيع تكون كلها متى، ما هو الوقت المناسب للشخص عشان يبدأ حياة جديدة، أو عشان ينتهي من شيء كان مسبب له أزمة، أو أي نقدر نقول علاقات سامة، أو أي
الطريق ما يجد في نفسه، مثل الشخص يقول عن نفسه غايته انه هو ينهي هذا الشيء يبدأ شيء جديد. فغايته هو مصطلح عماني بحت ويستخدم تقريبا في كل البيوت العوائل العمانية. فهدف منه اللي هو انه خلاص وقته ان انت تقوم او وقته انك انت تبدأ شيء جديد. فهنا فهي هذه هوية هدف تيدكس لهذا العام. فاطمة، إذا بنتكلم عن أبرز المتحدثين وأبرز المواضيع المهمة اللي تم طرحها في غايتا. نعم، الحمد لله عندنا 6 متحدثين. عندنا المكرمة اللي جينا محسن حيدر درويش، عضوة في مجلس الدولة، وعندنا أيضا أستاذ قيس الخنجي. طبعا المكرمة اللي جينا حتتكلم عن قصة نجاحها، كيف وصلت لهذا المنصب وكيف كافحت ومتى بدأت وأسلوب حياتها كيف كان. ايضا عندنا الاستاذ قيس الخنجي ورائد اعمال، نفس الشيء راح يتكلم عن قصه نجاحه في رياده الاعمال، وهو مر بالعديد من التخبطات والعديد من يعني ان الامور تصير سيئه وجيده سيئه وجيده ووايد خاطر. فراح يتكلم عن قصه نجاحه، هو من الشباب الرائدين في عمان اذا ما كان في العالم. نعم. ايضا عندنا الطالبه الخريجه من عندنا الصيدلانيه حليم الكعبي، راح تتكلم عن قصه نجاحها وكيف تعرفت على السلام الداخلي. ايضا عندنا مزان الفارسي، راح تتكلم عن لوبس ديزيز وهي كيف نفس الشيء قصه نجاحها ومتى قالت غايت عشان تتقبل الحياه وتعدل من الوضع. ايضا عندنا المدرب الشراعي في قناه عمان الاستاذ سلطان البلوشي، راح يتكلم عن الدي دريمينج. وعندنا ايضا الاستاذ سعيد الغاصلي، راح يتكلم عن ان تختار طريقه، كيف تختار طريقه وكيف ان تتابع حلمك. فاستاذ سعيد ايضا احنا معروف عندنا في عمان راعي الباص العجيب. نعم. حياته كامل في باص، عاش تقريبا في الباص كيتشن توفر عنده، فراح يتكلمنا عن هذا القصة. نعم. طبعا استاذ فاطمة، من وجهة نظرك وبناء على نشاط المؤتمر في السنوات السابقة، شنو هو مدى تأثير المؤتمر على الجمهور الخليجي والعربي ككل؟ الحمد لله رب العالمين، احنا دائما نطمح ونرجو ان بس نخلص. نعم استاذ فاطمة، معك معنا انقطع، انقطع الاتصال. ان شاء الله ترجع معنا فاطمة، لكن اكيد هاي المؤتمرات تساعد كثير من الافكار. نعم. المبتكرة في هذه المؤتمرات، وسلطنة عمان اكيد دائما سباقة في هذه الامور، المؤتمرات اللي تساعد في تنمية يعني الناس والبشر. نعم. اكيد خصوصا حمد، اخر متحدث تكلمت عنه كانت تقول انه هو عايش في باص وبيتكلم عن تجربته، انه هو كل شيء يعني متوفر له، كل شيء في هذه الباص. اكيد الهام تحصل من هذه المؤتمرات تعطيك دافع قوي انك انت تواصل في حياتك. اكيد نشكر اكيد الاستاذه فاطمه البسعيدي، اكيد رئيس اللجنه المنظمه لهذه المؤتمر، نتمنى لهم كل التوفيق. اكيد مشاهدينا، رساله اليوم تقول: تكاتفنا والتزامنا ووعينا هو الوسيلة الوحيدة لرد الجميل لكل أبطال الصفوف الأمامية. نعم حمد، وعلى يعني المجهود اللي بذلوه ما أكيد يستاهلون أن احنا نكون أشخاص واعيين. صحيح 100% أكيد. مشاهدين، بإمكانكم متابعة هذه الحلقة من برنامج شمس البحرين بالإضافة للبث المباشر وباقة من البرامج اللي تقدمها قنوات وإذاعة وتلفزيون البحرين عبر تطبيق BHTV and Radio وموقع live.bh. وصلنا لختام حلقة اليوم، إجازة سعيدة ونلقاكم يوم الأحد بإذن الله. مع السلامة. إجازة سعيدة ومع السلامة.